في إطار خطة الدبلوماسية الاقتصادية والحملة الترويجية الدولية للمؤتمر الدولي للاستثمار بتونس والذي سيعقد أواخر الشهر المقبل والتي أطلقتها الحكومة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، عقد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي والوفد المرافق له اجتماعا مع مفوض التعاون وسياسة الجوار الأوروبي جون هان ومجموعة رجال أعمال بيزنس أوروبا، ناقشوا فيه العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وسبل تطويرها، كما تم تقديم شرح مفصل للأوروبيين بأهم الإصلاحات الاقتصادية وقانون الاستثمار الجديد والخطة التنموية 2016-2020. Representatives from various sectors of the industry, automotive, but also renewable energy and food industry. They all have informed about their interests, about their possibilities, but also about their concerns and what is needed to further attractivize the country. الاتحاد الأوروبي بصفته الشريك الاقتصادي الأول لتونس من جهته أعلن عن رفع قيمة المساعدات المالية من 200 مليون يورو إلى 300 مليون يورو مع استمرار العمل والتعاون للنهوض باقتصاد تونس وتشجيع عودة الاستثمار الخارجي الذي يعتبر الركيزة الأساسية للاقتصاد التونسي. التطلعات هو إرجاع المستثمر الأجنبي إلى تونس، التطلعات هي إعادة بناء سمعة تونس الاقتصادية. تونس نجم تكون يعني بلد يستقطب الاستثمار الخارجي. اليوم جينا لبروكسل للمفوضية الأوروبية لنتحدث عن دعم الاقتصادي لتونس على تعبئة الموارد للمالية العمومية وكذلك للمشاريع الوطنية والمشاريع الخاصة والعامة. On se propose d'accorder à la Tunisie tout un nombre d'avantages commerciaux, mais aussi d'augmenter de manière extrêmement significative notre assistance pour mettre en œuvre et pour mener à bien les différentes réformes sectorielles de la Tunisie dans les différents secteurs qui résultent du plan quinquennal de votre pays. الاجتماع مثل فرصة لممثلي الشركات المرافقة للكافي لمناقشة بعض القضايا المهمة مع المسؤولين الأوروبيين لتمكينها من الاستفادة من اتفاقيات التعاون المشترك وتذليل المعوقات، كما التقى الوفد على هامش الاجتماع مع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال البلجيك، استعرضوا خلاله قانون الاستثمار الجديد وفرص الاستثمار والشراكة الممكنة في إطار مخطط التنمية 2016-2020. الاتحاد الأوروبي يؤكد مجدداً دعمه الكامل سياسياً واقتصادياً لتونس لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مرحباً بالجهود والإرادة السياسية في تونس للدفع بعجلة النمو والتنمية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية. من مقر المفوضية الأوروبية، نور الهدى محمد، التلفزة الوطنية التونسية، بروكسل.